النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم. بعد السلام عليكم ورحمة الله. العرسة اللي هي حرامية الذهب أو خناقة الكتاكيت أو بيقولوا عليها مصاص الدماء، حيوان مصاص الدماء. ليه قالوا عليها كده؟ لأن كان العرسة نفسها لما بتخش على الكتاكيت بتمص دمهم، يعني قالوا عليها مصاص الدماء. العرسة ديت بتعيش في مصر وفي الجزائر وفي ليبيا ودول شمال افريقيا كلها. النهاردة هنتكلم عن طريقة تاني في التخلص من الحاجة ديت بطريقة سهلة، بكوباية سكر ديت ممكن تخلصك من موضوع العرسة كلها. بس هنقول الطرق اللي الناس كلها بتتكلم عنها في معظم الفيديوهات في التخلص من العرس، بخش عشان اشوف المعلومات بتاعتها، لان معظم اصحاب المزارع بتوع الارانب بالذات بيعانوا من الموضوع دوت. ليه بيعانوا منه؟ لان الارنبه لما بتكون مثلا عندها عيالها وتبدا تشوف عرسه بتبدا تاكل ولادها خوفا عليهم، مش بتاكلهم عشان خاطر هي بقت اكلت لحوم، لا، هي بتاكلهم لما بتشوف العرسه قدامها، بتحاول ان هي تاكلهم عشان ما تجيش يمتهم التانيه، ما تجيش يمتهم. العرسة ممكن تلاقيها في العربيات، يعني في معظم العرس بتعيش في العربيات، تلاقيها داخلة جوه العربية وبتلاقي مكان مناسب ان هو دافع وكده وتعيش فيه. ممكن تبقى تفتح العربية، طبلو العربية، تلاقي حاجة نطة في وشك زي معظم الناس ما حصل معاها. طيب بالنسبة للبيوت، بتخش على مزارع الحمام برضه بتقضي عليهم بنص دمه. طيب في موضوع كده مهم ممكن نتكلم عنه، انا لما بتكلم عن حاجة بجيب اصلها. طيب دايما في توازن بيئي موجود في الـ في الـ في الدنيا اللي احنا عايشين فيها. التوازن البيئي دوت بيقولك ان الـ كل حاجة لها فايدة، يعني بتعمل حاجة بتقضي على حاجة تانية ممكن تكتر، ممكن تحصل لك فيها مشاكل في الدنيا، زي موضوع لما قضوا على كل الكلاب في المدن الجديدة، قضوا على كل الكلاب فانتشرت التعابين. فسبحان الله، يعني حاجة ربنا سبحانه وتعالى جعلها عشان حاجة، فاحنا بنقضي على حاجة بنكتر حاجة ثانية بطريقة كبيرة. طب العرسة يعني فايدتها ايه؟ اما تلاقي عرسة في البيت تعرف ان الفئران اللي موجودة في البيت مش موجودة. ليه بقى مش موجودة؟ لان العرسة بتاكل برضو، بتموت الفئران وولاد الفئران. تبص تلاقي الولدة برضو بتخش بتمص دمهم، فهي خطر برضو على الفار. ايه الفرق بين العرسة والفار؟ الفار ممكن ياكل اي حبوب اي حاجة، لكن العرسة متخصصة في الدماء وفي الـ ممكن تاكل الكتاكيت، يعني ممكن تاكل الحمام وممكن تمص دمه بس. طيب ازاي نقضي عليها؟ لو جبنا مثلا الغلة اللي هي بتتباع في كاس، مش تقضي عليها لانها ما بتاكلش الغلة اصلا. طيب هي بتعمل ايه؟ قالك هي بتحب السكر جدا. سيبك من الموضوع ده عشان دي التجربة بتاعتي اللي انا هقولها لكم كمان شوية. احنا هنتكلم عن زمان، كانوا اسمع يعني زمان يقولك ايه، هات العرسة صحية. زمان ده يعني لما كان اجدادنا يقولك هات العرسة صحية وادفنها تحت عتبة البيت. فده بيجيب بقى، بيتفائلوا بالموضوع ده، يقول لك بتجيب رزق وبتجيب مش عارف ايه. طيب بالنسبة للطرق اللي موجودة دلوقتي كلها، الطريقة اللي موجودة مثلا، اول طريقة اللي هي ايه، مصيدة العرس. مصيدة العرس بتختلف عن مصيدة الفئران شوية، لانها بتبقى جزئين، جزء بيتحط فيه كتكوت والجزء التاني بيبقى فاضي. فالعرسة بتحاول تخش عشان تاخد الكتكوت او تمص دمه، بتحاول تخش الكتكوت من كل الاتجاهات، فبتلاقي الباب الفاضي ده فبتخش فيه فبتقفل الباب عليه. طيب في الوقت ده ممكن العرسة قوتها تتني الصاج بتاع، عشان كده لما بتسمع صوتها لازم تبادر بقتلها يعني. طيب لما بتيجي تقتلها بقى، يعني انت اصطادتها في مثلا اللي هو المصيدة، تيجي تقتلها بتطلع ريحة تقعد في المكان 3 ايام، ريحة كريهة جدا ما تقدرش تقضي عليها لمدة 3 ايام. ايه هي الريحة دي؟ الريحة دي ربنا سبحانه وتعالى خلقها لها عشان تحمي نفسها بيها لما تتعرض لخطر. طيب حاجة تانية، عدو الفار طبعا اتكلمنا عنه. طيب الطريقة الاولانية اللي انا هحكي لكم، اللي هي معظم الفيديوهات متكلمة عليها،
هي ديت دي زهرة ديت مقشة بلح. دي مقشة بلح ليه بقى بتموت القرصة؟ طيب لو خبطتها خبطة بتموتها. اولا القرصة ما بتشوفش، عشان تبقى واضح معاك يعني ان القرصة ما بتشوفش، نظرها ضعيف جدا. طيب لو انت ثبتت في مكانك ولقيت قرصة ممكن تضربها بالبتاعة دي تموتها. طب ازاي دي بتموت القرصة؟ ده جسمها لين جدا. هي الفرق بينها وبين الفار ان الفار بيبقى فيه هيكل عظمي، ديت ما بيبقاش فيها هيكل عظمي، حتى بتخش اماكن ضيقه جدا. طب دي بتموتها ليه؟ لان نقطه ضعف يعني اضعف حاجه في جسم القرصة هي ايه؟ ودنها. فدي لو جت على ودنها بتموت. طيب هنسيب دي الطريقة ديت، لان في معظم الاحيان بشوف يوتيوبر كبير وقناتهم كبيرة وبيدخلوا يتكلموا عن الموضوع ده، بس يعني مش معقول داخل عشان تقول للناس مثلا طريقة قتل تقول لهم على دي بس. لا احنا لازم نشوف طريقة تانية. طب ايه الطريقة التانية؟ هنرتين دي على جنب، شوف الطريقة التانية. الطريقة التانية هي انك تجيب كبدة نية، هي بتحب الكبدة، اي حاجة فيها دم جيبها تحط لها سم. السم اللي هو بتاع الفار هو كويس، هو بيقعد اسبوع ما يموتوش، بس في اخر الاسبوع بيموتوا. ليه هم عملوها بقى ايه الطريقه ديت للفار؟ عشان نبقى برضه عندنا معلومه كويسه. عملوها للفار عشان خاطر الفار لو هو اكل زمايله بيستنوا عشان يشوفوا هل الاكل ده وحش ولا حلو. لو هو وحش ما بياكلوش. فقال لك السم اللي هو بتاع الغلة والسم التاني يقول لك على بدأ أسبوع، فالفران تبتدي تأكل لمدة أسبوع فتقضى على الجيش اللي موجود. طيب بالنسبة للطريقة التالتة بقى اللي هي بتاعني، الطريقة بتاعتني يعني حاجة بسيطة جدا، هي هعملها قصادك دلوقتي. هي شوية سكر وشوية جبس وتبدأ تخلص من القرصة، ونشوف الطريقة. هننتقل تاني للطريقة اللي هي بتموت ايه. يلا هنجيب دوت جبس، كوباية جبس. طيب هنعمل ايه؟ هنفضيها بحاجة زي كده، نفضي الجبس بحاجة زي كده، ونجيب كوباية سكر. كوباية سكر وتفضيها على ايه؟ على الجبس. تبدأ تخلطهم الاثنين ببعض بحيث ان ايه تبقى، حتى على فكرة السكر المطحون احسن، يعني لو انت بتعمل سكر مطحون هو افضل من السكر العادي. ماشي، انت عملت الخلطة ديت جبس وايه وسكر. العرس دي بتحب السكر جدا، وهنحط جنبها شوية مية وكده. السكر ده مع الجبس هتيجي هي تاكله، هتاكله وهيبقى جنبها مية. في الوقت ده الاتنين بيتكونوا مع بعض، هتخنق العرسة في الوقت ده وتبدأ تنتهي، يعني عمرها ما ايه ما تبقى موجودة بعد كده، لان ده بيقضي عليها معنى اصح، بيقضي على التنفس وبيقفل المجرى بتاعه كله. فدي الطريقة بتاعتي اللي بفضل الله بستعملها على طول، بتقضي على ايه الحاجة دي لو موجودة. فالطريقة على الله تكون كويسة وعجبتكم. ونصيحة برضو عشان قبل ما نقفل، يعني يا ريت اشتراك في القناة عشان ده بيفرحنا وبيخلي القناة تزيد. وشكرا جدا على الفترة اللي فاتت، مشاهداتكم كانت جميلة واشتراكاتكم كانت جميلة. واما النصيحه الاخيره اللي انا بقولها، لما تيجي تحط سم عشان خاطر ربنا تحطه بعيد عن القطط. اول حاجه تحطه بعيد عن القطط، حاجه القطط ما بتاكلهاش. تاني حاجه تشيل الميه من عند، لو مربي طيور او مربي حاجه بتشيل الميه من عندهم بالليل وتحط السم. الفار لو او العرسه لو كانت سم ودخلت شربت من عند الفراخ ممكن تقضي عليه. طب الجيران ممكن برضو تقول لهم، يعني جزيك الله خير يعني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإن شاء الله فيديوهات جديدة، بس اشتراك حضرتكم يهمني. الله يخليكم.